بغض النظر عن المجريات اللي صارت بالمباراة، أكيد هي مباراة صعبة. أنت عم تلعب مع نادي الجيش، فريق نادي كبير عنده عناصر. أنا برأيي كمجريات المباراة ما مستاهلة الخسارة. فريقنا كان جيد خصوصاً بالشوط الأول، بغض النظر الهدف اللي تسجل بمرمانا بالشوط الأول خطأ تزيدة من خارج ال 16، ضربة بإجر اللاعب غيرت مسارة دخلت. بالشوط الثاني دخلوا اللاعبين لينفذوا التعليمات اللي اعطوني اياها الكابتن عبد الناصر. انا برايي في طبعا هذا الشيء متركه للمعنيين بهذا الخصوص. في بنالتي ان انا برايي هي لازم، هي غيرت مجريات المباراه كلها. يعني لو انحسبت ضربه جزاء كانت غيرت النتيجه، حتى لو انت خسرت ما بتخسر بهي النتيجه. بغض النظر كمان البنالتي اللي ما بنعرف اذا هي كمان صحيحه ولا لا، حكم الساحه قريب ما صفار، حكم الرايه هو اللي ثبت جزاء كمان هي متركه للمعنيين. ما بدنا نحط نحن نتخبى وراء اصبعتنا نقول اني والله نحن خسرنا من وراء ركله جزاء ولا جزاء. بس انا برايي اللي غيرت كل مجريات اللعبه هي البنالتي اللي ما صفرنا اياها. لاعب استحوذ على الكره بشكل كامل، صار في دفع من لاعب نادي الجيش. فانا برايي هي اضعف الايمان كانت لازم تتصفى، وهذا الشيء انعكس على المجريات المباراه كلها. اليوم المباراه كان في انضباط تكتيكي من قبل لاعبين ملتزمين بتعليمات الكابتن عبد الناصر، يعني وفي قراءه عامه كانت لفريق نادي الجيش. ضلينا ملتزمين بالشوط الاول محافظين، لكن هو سوء الحظ، يعني الاهداف احيانا بتدخل بطريقه فينا نقول عشوائيه بتاثر على مجريات المباراه. هذا الشيء خلانا نندفع شوي للأمام، خصوصا بالشوط الثاني حتى نعود، خصوصا بعد الهدف الثاني اللي تلقيناه بده يصير مساحات بشكل طبيعي لعنا، وتلقينا الهدف الثالث. يعني حاولنا قدر الإمكان نعود، بس الوقت ما داهمنا. أكيد بالمجمل لا زال الوضع الفني أنا بحكي عن فريق مو جيد، نكون أمينين. بالتوقف الطويل الكثير خسرنا كثير من قوتنا، خسرنا كثير من جاهزيتنا، خسرنا كثير من حالتنا التنافسيه. الرتم لازال بطيء، ما عم نقدر نلعب برتم اسرع نتيجه الفتره الطويله والملل اللي اصابنا. بنتمنى قدرنا نحط ايدنا الهدف المبكر ساعدنا بانه نكون اريح نوعا ما، وتاليا الهدفين اللي تسجلوا خلونا نسيطر على المباراه ونتمكن منها. ما في حالة لعب جيد، ما في مثل ما حكيت انه الوضع التنافسي والرتم السريع في ايدينه. اهم شيء كان حصل 3 نقاط، تدريجيا ان شاء الله بنقدر نصعد بالفريق كمستوى وكنتائج ليكون بأفضل.